مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الريان، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الميدان. اليوم أعزائي المشاهدين عندنا حلقة استثنائية وقد تكون هي الأهم، راح نستعرض من خلالها ما جرى من أحداث كبيرة ومهمة جدا خلال الأيام الماضية على مهرجان سيدي سمو أمير البلاد المفدى الذي استمر على مدى 3 أيام. اجتمعت نخبة الجيادة العربية الأصيلة وأيضا المهجنة الأصيلة وتنافست فيما بينها، كل منهم كان يود أن يظفر بأحد الرموز الغالية وأن يصافح يد سمو الأمير حفظه الله. بداية أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي المتواجدين معي في الاستديو. مدرب علي بن يوسف الكبيسي، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أبو تميم، أمسي عليك، أمسي على المشاهدين قناة الريان، على أخواني المتواجدين معي في الاستديو. يا مرحبا بك يا أبو يوسف. أيضا متواجد معي في الاستديو المدرب حمد بن أحمد الجهني. أبو حمد الله يمسيك بالخير، أبو أحمد الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بالنور أخوي أبو تميم، أمسي عليك وعلى الرابع الموجودين وعلى السادة المشاهدين. يا مرحبا بك. متواجد معنا أيضا في هذا الاستديو المدرب المتألق في أيام المهرجان، مدرب إبراهيم بن سعيد المالكي. أبو سعيد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير أبو تميم، مسي على أخواني القاعدين معاي والمشاهدين. إن شاء الله نثري الحلقة بالسباقات الحلوة اللي كانت في خلال 3 أيام الويكند اللي طاف. يا مرحبا بك. تغيب بسعيد عن الحلقه كان منها فائدته بصراحه، كنا يعني معذور يعني. لا كنا بنحط عليه لو انه ما اسمه، لكن لا نتائجه شفعت له بصراحه. تبارك الله ما شاء الله. وايضا هو اللي افتتح المهرجان اعتقد بخط الاول والثاني في اول شوط في المهرجان، ولا اي اول شوط؟ اول شوط جيت اول ثاني. ما يذكر ناسي، والله ما اذكر ناسي، كان ديو خميس ثاني في الشوط معك. نعم ثاني وخميس كان عنده كايدوك. نعم كايدوك الاول. نعم بداية يعني حنا كنا متواجدين 3 أيام لهذا المهرجان، شاهدنا تنافس كبير بين الخيل المشاركة، شاهدنا سبيد عالي في خيل كانت كثيرة مرشحة ما قدرت تفوز. من خلال المقابلات اللي شفناها واستمعنا لها من قبل المدربين قالوا أن الأرضية كانت نوعا ما صعبة أول يومين، فالحصان يوم يطلع بسبيد عالي ما يقدر يواصل المسير، ما يعمل الفينش المطلوب منه، فلذلك شفنا في تقلب في الموازين. هل هذا الكلام صحيح؟ وشلون قدرت تتعامل مع هذه الأرضية اللي كانت للجميع؟ يعني إذا كانت صعبة فهي كانت للجميع. شكل ما قلت أنت، إذا كانت صعبة فهي صعبة للجميع المدربين والجميع الخيل يعني موجودة في ذلك اليوم. السباقات صراحة كانت شكل ما قلت سريعة جدا من بداية يوم الخميس لحد يوم السبت صراحة في السباقات الصغيرة وحتى في السباقات الكبيرة، فشاهدنا منافسة قوية جدا صراحة داخلية وخارجية من الخارج. أنا ما أعتقد أن الخيل اللي جي من وراء ما تقدر تفنش حسب الأرضية. الأرضية كانت بالنسبة لي أنا كانت أرضية وايد ناشفة سريعة، الأرضية كان سبيد عالي فيها. بدلنا شفنا ريكورد في السيف يعني تراك ريكورد. يعني تشوف معظم السباقات احنا شفنا خيل تبدلت يعني كانت مرشحة وما قدرت انها تفوز، وخيل مش مرشحة تقريبا وبدت قدرت انها تفوز. هاي كلها عوامل طبعا يتغير على جهوزية الخيل في البداية يعني، وبعدين في الأرضية اختلاف الأرضية وسرعة السباق في الرتم. البيس السباقات كان عالي جدا؟ كان عالي جدا. انا ما شفت صراحه شوط صراحه طلع بطيء في الاسم دي، يعني مش بطيء احنا لما اتكلم بطيء يعني اقول لك يمكن عادي رايح الشوط، لكن شوط بطيء جدا ما شفت في السباقات 3 أيام اللي طافت صراحه. نعم ايضا بيوسف، يعني انا استمعت للقاء لجوليان سمارت لما فاز مع مربط انجاز بالمهر اللي هو جنجل بانجل بارتي. يقول أنا تعليماتي للخيال يقول الأرضية نوعا ما كانت صعبة وبيس عالي سريع، يقول فأنا قلت له يعني اخزن الحصان واعمل الفينش، يعني لا تستهلك طاقتها من البداية، لا تطلع بذاك البيس، خليك في وسط الجياد آخر 300 متر حرك والحصان بيتجاوب معك. طبعا يعني احنا بغض النظر ما نقول أن الحصان عنده المستوى الكواليتي العالي، التصنيف هو الأعلى. نعم هو الأعلى. نعم. لكن ممكن كلامه فيه من الصحة، بس أن الخيل اللي تطلع قدامه ما تفنش أتوقع أن الكلام هذا يعني
في خيل وايد يعني مثل الحصان ابو سعيد اللي قلت عنه اول شوط اللي هو كودياك كودياك طلع اول طلع راس وخلص راس في خيل وايد عندنا نفس الشيء يعني لكن شفنا ايضا خيل اللي هو بدر البلوش نعم تبارك الله الحصان اللي هو بلاك ريان راسه فينش وبلاك بير كلهم راسه فينش طلعوا الارضيه مو بصعبه مثل ما قال انا يعني انا اتفق مع ابو سعيد الارضيه كانت نوعا ما يعني فيرم انا اشوف انها فيرم يعني حتى مش قلت فيرم فيرم يعني كان درجه الحراره شمس كانت حاره كانت للامانه ف يعني ممكن جوليان يعني شاف انه خبير طبعا يعرف سباقاتنا عارف ارضياتنا فتوقع انه يعني مثل ما قلت انت انه هو حط له تكتيك معين ونجح معه نعم. شاف سباقات كيف طالعه سريعه وعارف ان الحصان مثل ممكن لو انا اتوقع حتى جنجل بلقبارتي لو راح قدام ممكن يفوز يعني نعم شو تقول ابو احمد طبعا في ثلاث ايام كانت صراحه ممتعه بغض النظر عن الظروف اللي واجهت اغلب المدربين او اغلب الجهات الموجوده لكن صراحه نادي السباق الفروسيه يشكر على التنظيم وخاصه يعني تهيئه المضمار مضمار الريان طريقه هذه ممكن ان تكتيك بعض المدربين اختلف بحكم رذم السباق من البدايه كان سريع يعني حتى الحصان اللي يحب يكون في البدايه يفضل مدربه انه يخزن على اساس انه ما يستهلكها من البداية مثل ما قال المدرب جوليان سمارت هذا يعني مغايض عن يعني تكتيك الشوط أن الحصان يكون في البداية يمسك زمام الأمور لأن الرذم عالي فبيستهلك حصانه من البداية فما له دخل في موضوع الأرضية الأرضية كان الكل يعني يثني عليها صراحة كانت سريعة بحكم الجو وبحكم يعني الطقس في الأيام الماضية لكن شفنا فيه تغيير للنتائج في تغيير للمرشحين لكن كل حصان فاز يعني صراحة أثبت نفسه وسجل اسمه في المهرجان نعم بالتأكيد أعزائي المشاهدين أيام جميلة عشناها وسباقات مثيرة يعني اندمجنا معاها وتابعناها بداية أعزائي المشاهدين خلونا نروح نشوف تقرير عن اليوم الختامي بحكم أنه هو الأهم في هذا المهرجان مهرجان سيف سيدي سمو أمير البلاد المفدى اليوم السبت الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى فشمل برعايته الكريمة يوم السبت 19 فبراير العام 2022 ختام مهرجان سيف سموه على مضمار الريان العشبي بنادي السباق والفروسية حيث أقيمت 8 أشواط قوية ومثيرة بمشاركة نخبة من الخيل سواء من قطر أو من الخارج في أول الأشواط فاز الجواد بلاك بيرل ملك وإنتاج عبد اللطيف حسين زنل العمادي بكأس الريان للمنتجين للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بعدما انفرد بالمقدمة محرزا الفوز بإشراف المدرب بدر البلوشي وبقيادة الخيال ماكسيم جيون وفي الشوط الثاني كان المهر صملة ملك سعادة الشيخة ريم بنت محمد ابن خليفة آل ثاني على موعد مع انتصار من الفئة الأولى بفوزه بكأس قطر الدولي من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر بإشراف المدرب الفرنسي فرانسوارا وبقيادة الخيال ماكسيم جيون وفي الشوط الثالث واصل الجواد تاكسوالا ملك وتدريب المهندس أسامة عمر إسماعيل الدفع انتصاراته وظفر بكأس دخان للسرعة من الفئة الثالثة للخيل المهجنة الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر بعدما سبق جميع منافسيه وتقدم على أقربهم بقيادة الخيال رونان توماس وفي الشوط الرابع فاز المهر نيوانس ملك خليفة بن شعيل الكواري بلقب الريان مايل من الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات لمسافة 1200 متر معززاً رصيده المتميز إلى 4 انتصارات في 8 مشاركات له وحقق اللقب الكبير بجدارة بإشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماكسيم جوين
وفي الشوط الخامس شلفت سمو الأمير للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 85 فما فوق عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر. فاز بالشلفة الجواد ثندرستون ملك مزرعة الوسمية بعد تفوقه في اللحظات الأخيرة للشوط وإحرازه للفوز بقيادة الخيال توم ماركواند وبإشراف المدرب جاسم الغزالي. وفي الشوط السادس السيف الفضي لسمو الأمير للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات لمسافة 1850 متر. حصد المهر مشرف ملك خليفة بن شعيل الكواري الفوز والسيف مؤكدا جداراته كنجم صاعد وبقوة بقيادة الخيال جيم كراولي وبمدرب فرانسورو. وفي الشوط السابع بجائزة سمو الأمير من الفئة الأولى للخيل المهجنة الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2400 متر كان الفوز للجواد البريطاني أوت بوكس ملك هاملتون ريسينج ليميتد بعدما قام باندفاعة قوية في المراحل الأخيرة ليحرز الفوز ويحصد اللقب الكبير بإشراف المدرب أرتشي واتسون وبقيادة الفارسة هولي دويل. كان مسك ختام السباق والمهرجان مع الشوط الثامن سيف سمو الأمير من الفئة الأولى للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2400 متر وأكدت فيه الفرس ليدي برينسس ملك خليفة بن شعيل الكواري إنها بطلة بكل المقاييس وبكل ما تحمله الكلمة من معنى فأحرزت الفوز وحققت أروع انتصار لترصع رصيدها بأغلى الألقاب بعدما أقدمت أداء رائعا وأحرزت الفوز بقيادة الخيال جيم كراولي وبإشراف المدرب توما فورسي. وقام سمو الأمير بتتويج الفائزين في الأشواط الأربعة الرئيسية الأخيرة. كما قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتتويج الفرسان والفائزين بالمراكز الأربعة الأولى لبطولة السابقة التراثية التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان الكبير والتي فاز بالمركز الأول بها الفارس محمد كمعان الخيارين مع الجواد ملزوم. نعم أعزائي المشاهدين شفنا معاكم هذه الأشواط الممتعة الأشواط النهائية لليوم الختامي لمهرجان سيدي سمو الأمير راح نخوض في تفاصيلها وراح نحلل كل شوط على حدة ولكن بعد الفاصل. نعم مشاهدينا الأعزاء رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنستكمل حديثنا عن هذه الأحداث المثيرة التي جرت في الأسبوع الماضي وكان آخرها طبعا هو يوم السبت الماضي. بداية أعزاء المشاهدين تواجد معنا في الاستديو السيد خليفة بن شعيل الكواري صاحب الإنجاز التاريخي اللي تحقق في يوم السبت وهو من حصل على السيفين وهذا أمر لم يحدث في تاريخ الفروسية القطرية. مشعل مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور يا أبو جاسم والله يجزاك خير على استضافتك لي ويا مرحبا. يا مرحبا بك أبو شعيل. أبو شعيل أول شيء نبارك لك هذا الانتصار وودنا بداية نتكلمنا عن الأسطورة ليدي برنسس. الله يبارك في عمرك يا أبو جاسم والله ملك الحمد قدرنا نفوز بسيف حضرة صاحب سمو الأمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد الثاني. طبعا هذا الشوط كان بالنسبه لنا حلم واصبح حقيقه الحمد لله عقب صعوبه وعقب سنين يعني. الفرس ليدي برنسس كانت من اول ثاني ظهور ثالث ظهور لها بين عندها الكواليتي لكن ما كنا متاكدين لان كان كل سنه المزارع الكبيره يطلع لها راس ولا راسين. الحمد لله قدرت ليدي برنسس يعني تبرز نفسها وتبين عندها الكواليتي. احب اهديك ناموس واهدي قناه الريان متابعين قناه الريان والشباب اللي موجودين هنا كلهم هذا الفوز فوزهم والفرس هذه
يعني فرس الجميع، فرس القطر جميع مثلتهم في الخارج، واليوم قدرت تمثلهم في داخل في السيف الذهبي. نعم بسعيد، أنا عندي سؤال، يعني تضاربت الأقوال على موضوع المهرة هذه وعلى مستواها الحقيقي، هنالك من شكك بأن المهرة أوكي يعني فازت في كذا شوط جروب 1 ولكن السيف غير، السيف صعب. برأيك بعد أن قدرت تفوز بهذا السيف، نقدر نقول عنها أن الآن هي مصنفة كأفضل فرس في العالم وأيضا أفضل جواد في العالم؟ أول شيء مبارك حق إشعيل بن خليفة الكواري، مبارك حق خليفة على الإنجاز الكبير اللي حققه، السيف الفضي والسيف الذهبي، وليدي برنسس فرس صراحة ما حق أتكلم عنها بالاسم، هي ثابتة نفسها بنفسها، الفرس ركضتني فازت، راحت فرنسا وفازت، راحت أبوظبي وفازت، ورجعت مرة ثانية هنا حق سيف الأمير، والحمد لله رب العالمين، الله وفقهم وفازت الفرس. إذا أنت تقول مثلا هي في أحسن فرس في العالم لحد الآن، لازم في أشواط معينة أظن تي مقاييس لازم تحطها في الحسبان، أو ممكن خليفي يحطها في الحسبان. مثل إيش؟ شكل الأرك. نعم. يعني هاي من احد الاشواط الكبيره اللي لازم تختمها الفرس هناك. نعم. ممكن تفوز هم هناك ثلاث ان شاء الله، يعني كاشواط رئيسيه على مستوى العالم، منها سيف سمو الامير، منها اللي هو كاس جوهره التاج، نعم، ومنها الارك. هي اوريدي خلصت اثنين، ترابل كراوند يعني. نعم. في هي خذت اثنين باقي لها واحد. نعم. في خيل سوت المنظومه اللي هذه اللي هو ابراز، اظن ابراز سوى كاس الجوهره، ما يعتبر من التربل كراون، جود وود. مش من التربل كراون، جود وود. السنه فازت في جود وود وفازت في جود وود وخسرت الارك. اي نعم، اللي خسرت الارك، بس الفرس ما عندها امكانيات انها تسوي، ما دام قدرت تغلب عليهم في الدوحه ممكن تغلب عليهم هناك، يعني فرس بطله. انا واحد منهم كنت مشكك في المسافه بالنسبه لها، الكل كان يشكك في المسافه، ما ثبتها من قبل. نعم، الفرس يعني بطل معنى الكلمه، لكن احنا كنا مشككين بس في المسافه انه ممكن اسويها وممكن ما اسويها الفرس، واثبتت نفسها انا قلت تقدر اسوي الفرس المسافه. فاعتقد يعني ما ادري، لكن التارجت اللي جاي اعتقد الارك خليفه اظن، يعني ما ادري طبعا هاي عندهم الامور هذه. نعم. احنا ما نقدر نتكلم على تشكيك في امكانيات الفرس. نعم. الفرس بطل بمعنى الكلمه. نعم، تشوفون معي اعزائي المشاهدين هذا الشوط اللي هو الشوط الختامي، شوط سيف سيدي سمو امير البلاد المفدى عابس مورد ابراز مونيا وليدي برنسس. هذا السباق قوي، ليدي برنسس تواجدت في هذا السباق. بو يوسف، يعني اشرح لنا ايش اللي صار مع انطلاقة هذا الشوط، وكيف اللي هو التكتيك اللي اتبع في هذا السباق. يعني طبعا انا قبل اتكلم لك على تحليل الشوط، انا لازم اقول ان احنا كلنا فايزين في المهرجان هذا، تشريف سيدي سمو الامير لنا في السباق، هذا التشريف هو الفوز لنا كلنا صراحة. ثاني شيء انا بارك لسيد شعيل الكواري وخليفه بن شعيل على انتصار ليدي برنسس، الله يبارك. هذا الشيء صراحه احنا كنا نوعا ما يعني من المرشحات، كانت ليدي برنسس. نعم. من اللي كانوا من المرشحات البارزات كانت في الشوط. صحيح. كتكتيك بيوسف، تكتيك ساحر يعني، تكتيك الامانه انا نوعا ما استغربته بعد السباق. شلون استغربت؟ لان انا توقعت الشحانيه راح يطلعون اسرع من البيس هذا، لكنهم غيروا تكتيكهم على ابراز. احنا دائما متعودين ابراز، هو احنا كلنا عارفين ان التكتيك، واحنا الشوط كله بيسوونه خير سمو الشيخ محمد. بيوسف ما نقدر، اعتقد ما نقدر تلومهم لان المسافه 2400 متر. معلي معلي، انا اقصد ان الشوط تغير تكتيكه عن العام الماضي وعن قبل يوم، كان ابراز في شبابه. نعم. كان الشوط يطلع سريع وابراز يتاخر ويجي من الصفوف الخلفيه. حلو. ابراز كم من سباق الحين يتاخر وما يقدر يعمل الفينش. تحس حصان عنده قوه لكنه مو بالحيوية. صحيح، بعد العمر له دور. نعم. نعم. أنا ليش أنا اللي قلت لك هالشكل، طلع الساحر أندري. نعم. رودي ومسك البيس. نعم. وخلى براز يتحرك من 700 نعم، بس خلى براز في ظهر الساحر، هذا تكتيك. نعم. جديد على براز. صحيح للأمانة، ونفع. نعم للأمانة نفع يعني. لكن بيوسف حط عينك على أوليفييه،
اوليفييه معاه اللي هو عابس اللي شوف اللي يشوفه اوليفييه مليان نعم اللي يشوف اللي يشوف اوليفييه في هذا الشوط الحين في 600 متر يقول عابس راح يفوز ايه شوف 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 اوكي شوف اليد شوفه في اليد نعم عابس. صراحه حصان طلع بصوره جدا ممتازه عابس ليدي برنسس ليدي برنسس الحين ما بينت يعني هذه هي الحين في وسط الخيل لما حرك جيمي كراولي خلاص احنا قلنا ليدي برنسس راح تفوز صراحه نعم. لان صراحه التسارع سوته التيرن فوت ايوه براس قدم عليها نعم. قلنا رجع الشيبه صحيح لكن في النهايه صراحه عند في 100 متر اتوقع ان ليدي برنسس كانت هي الافضل الافضل صراحه نعم. في الشوط لكن احنا ما نقدر نقول لك والله التكتيك اللي سواه رودي صراحه في الشوط ممتاز ممتاز جدا ممتاز جدا لانه هو عارف ان الشوط هو وركته ولا سلاحه براس صراحه عارف ان منيا مستواها بعد الاصابه مش منيا هو عارف ان رغدان ما عارف رغدان ممكن هو حاط له توقعات ان رغدان مش حصان اللي احنا حتى الريكورد ماله مش حصان سيف للامانه الى الان ابراز هو الوحيد صحيح سوى منيا نعم منيا لكن من اللي فاز فازت الافضل نعم. صراحه الاقوى اللي عندها في رصيدها 6 جروب 1 انت لما تجي تقول والله انت تصنف والله ليدي برنسس افضل نعم هي افضل جواده الحين في العالم عربي في العالم تصنيف نعم. 125 اكيد ان هي الافضل اكيد ان هذه الانتقاء من سيد شعيل الكواري وخليفه بن شعيل انتقاء مميز من يوم كانت بالثلاث سنوات وكلنا كنا يعني متوقعين ان ليدي برنسس راح تكون يعني ظاهره في الخيل العربيه وهي صراحه الامانه هي ظاهره انت انا قلت لك ذاك اليوم في الاستديو لما انت تجي تقول لي والله اذا كنت تتصنف الدهمه هي الافضل من بين الدهمه ده تقريبا هي افضل فرس عربيه نعم ما تقدر تقول ليدي برنسس بكره لو تفوز في الارك لا تفوق على الدهمه طبعا يعني احنا قبل انت على مدى سنوات مضت يعني كنا نتغنى بالعنود بالمها ارك دي سيل الدهمه الان في هذا الزمن احنا يجب ان احنا نتغنى بليدي برنسس نتغنى وبنتم نتغنى صراحه للامانه يعني مش عشان لكن اللي سوته ليدي برنسس فازت في السيف الفضي فازت في السيف الذهبي وتذكر السيف الفضي كم طول جات يمكن 15 طول 15 طول يعني يعني انا حسيت ان ذاك اليوم كانت تركض بروحها انت شفتها ما شاء الله تبارك الرحمن كيف ركضت في قدود نعم وشيء ميربي ماسك ما شاء الله تبارك الرحمن ما حرك ما سوى شيء عندها امكانيات صراحه جباره فرس هذه من 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 اول وهله يعني من انطلاقتها واحنا متوقعين ان هذه الفرس راح تكون خارقه صراحه نعم. وعندها الامكانيات صحيح كانت يعني نوعا ما المسافات يعني العام الماضيات في 2004 فازت في منيا هي ادت اداء ممتاز في صراحه حلت المركز الثالث السنه هذه بعد كاس الجوهره صراحه والتكتيك اللي صار في كاس الجوهره طلع شوط سريع في 2200 كان شوط جدا سريع اعتقد سوكو طلع شوط سريع صحيح. جدا وهي كانت اخر واحده نعم انت لو تشوف الشوط كاس الجوهره هي كانت اخر واحده التسارع سوته جيم كراولي صراحه يعني يمكن عنده كان صار كلام وايد مع خليفه يعني بحكم ان نفس الفريق وشن ميرفير صحيح كان يركب ليدي برنسس لكن انا بالنسبه لي افضل مركبها وشن جيم كراولي جيم كراولي الطريقه اللي يركب فيها جيم كراولي وشن ميرفي صراحه ما في يعني حتى في الارك هو ما اخطا في جودوود الفارس فايزه فايز نعم. نعم. لكن لكن في 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 جيم كراولي التعامل معها مع مع ليدي برنسس تعامل خطير صراحه نعم خليفه الشوط منطلق خلينا نتخيل نعيش ذاك اليوم وذاك الوقت ما يتخيل يوم انطلق خلاص يوم انطلق الشوط طارد اوصف لي احساسك اوصف لي شعورك في هذه الاوقات الله ما اتذكره ابو جاسم لا غيبت من الامور اللي يعني اول ما انطلق الشوط تريت قلت ما بشوف الشوط لهالدرجه ما يعني كنت زين اخر كنت يوم جاوا السيده لا كنت ابغي بس يعني اتم بهدوء يعني ما كنت ابغي يعني اطلع باحتفال لان ذولا اللي مشاركين ويانا يعني سعاده الشيخ جعام ابطال يعني أي مش العاديه سمو الشيخ محمد بن خليفه وسمو الشيخ عبد الله بن خليفه ذولا غدوتنا يعني نعم يعني يوم فزنا عليهم احنا ندري ان ذولا هم اللي اسسوا الفرسيه نعم. هم المؤسسين فدائما يعني الفوز يعني في شوط من اشواطهم شرف صحيح يعني يوم شفت انا في اخر 400 متر تتكلم عن مشاعرك انا حسيت شفت الساهر قلت انا شفت الساهر يتراجع على الفرس قلت يعني بتصير مره ثانيه يعني يعني بنخسر الشوط نعم عقب يوم شفت اخر اربع يوم شفتها يعني قام جيم كراوي يعني يوم قدم ابراز عليها خليفه يركب ذكاء قلت انا صح بس يوم جت ليدي برنسس ودخلت من السياد الداخلي نعم يعني اتخذ القرار الخطر ولا يجيبها مع الريل يجيبها من عند الريل وشفت براز يعني جاي ماكسيم كان ماسك الكرباج اليسار ايه
فانا خفت انه يضربه بالكرباج اليسار يدخل على الريل ويسكر على الفرس. ليدي برنسس يوم شافت يوم يعني شافت الطريق ترددت لان هي فرس صغيره, فاضطر جيم كراولي يعطيها كرباجين عشان تقدر تتقدم. يوم تقدمت هني قدرت تسوي التسارع اللي احنا متعودين عليه, رغم انه يمكن انتم ما ذكرتوا بس ليدي برنسس كسرت تراك ريكورد. نعم صحيح, رقم قياسي جديد, رقم قياسي جديد مع هذه الخيل. ابو يوسف قال انا يعني ما سوى الشوط سريع, ولا ما اتذكر يعني احد فيكم هني قال ان الشوط ما كان سريع. لو ان الشوط مو بسريع, لا سريع سريع, لا كان الشوط سريع, ويمكن الخيل الثالث اللي قدام سوى تسارع يمكن اول مره يسوونها. ابراز طلع يعني انا هذا مرشحه. هذا بشعير بديت خشمك ولا اقطع كلامك, بس اذا في تسارع في اخر 400 متر معناته ان رذم السباق في البدايه ما كان سريع. هذا الحين من شوي يقول بيوزف, انا ما بيتكلم في الموضوع, لكن موضوع الـ يعني ليدي برنسس هي القمه, هي الملكه في المهرجان, لكن خلنا ندخل شوي في الامور الفنيه اكثر. ابراز احنا متعودين عليه بطريقه ثانيه صراحه. شوف هو الخطر كان ابراز لو شفت منطلق رابع يعني الخيل اللي ما تعودنا على التكتيك هذا, يعني دائما يخلونا ورا الحصان. انا قلت لو انه صاير الرابط قوي, اتكلم عن حصان, عن واحد من الخيل اللي انذكرت القديمه اللي كنا نشوفها, اذا شفت رابط يعني معناته حصان ريته 110 115 وتشوفه يكسر الدنيا في السباقات العاديه, لكن تشوفه في الشوط الرئيسي تشوفه رابط صحيح يعني فعلا بيس ميكر. لو تشوف الحين الشوط هنا في البدايه من اول 600 متر وخلنا نقول ليه 1000, ترى رذم بطيء. صحيح الرذم كان بطيء. صحيح. هم الهدف التكتيك تغير على ابراز, لذلك شفت ابراز في المركز الرابع ترى من بدايه. هذه افضل خطه انا اشوفها. انا اشوف ان هذا الشيء اوكي, ليدي برنسس كانت راح تكون المنتصره بجميع التكتيك هذا ولا التكتيك هذا. نعم, لكن المنافسه راح تكون اعلى في حالة أن أبراز كان استير أكثر. نعم. لأن الحصان يعني ترى طلع بيس عالي. زين عابس. عابس أنا ما أعرف وش صراحة وجهة أو تكتيك المدرب كان بالنسبة له, لكن حصان عابس حصان خطير. حصان قدر يحصل ثاني على وراء الفرس المرشح اللي هي ليدي برنسس, ضرب أبراز. أبراز صراحة خلنا أقول لك في الوقت هذا نعطيه 10 على 10 صراحة. عابس بطل قادم. ليدي برنسس افضل فرس في العالم. في العالم افضل جواد. افضل جواد في العالم, بغض النظر عن المقاييس وعن الاشواط, واللي ترى الفرس خسرت بخشم بينها وبين اوغار في الارك, لكن طريقه ركضها ما شاء الله تبارك الرحمن في ابو ظبي وفي جودوود وفي المهرجان في السيف الذهبي سجلت اسمها من ذهب. الله يبارك لهم صراحه على الفرس هذه. شوف الخط المستقيم الان, شوف عابس ما زال في اليد, وليدي برنسس احنا انا اشوف انا مع اني مش ضمن الفريق لكن حسيت لا. ان ليدي برنسس انوضعت في مأزق لانها كانت من الداخل في الفتره هذه, لكن يوم شفت انا طلعت راسها بس من بين الخيل خلاص لا شعوريا صراحه قمت اشجع البطله هذه اللي يعني صراحه قاعده تمثلنا بخير تمثيل في المحافل الدولية صراحة. نعم. مبارك لشعيب الخليفة صراحة, أعتقد أن جاءت فترة الحصاد, يمكن شعيب الخليفة 30 سنة, إذا قدرت بعد 30 سنة تقدر تحصل على واحدة من هذه الأفرس اللي هي ليدي برنسس بطلة العالم, شيء مو بغريب صراحة. نعم يستاهل صراحة. بشعيل سؤال آخر, يعني الآن تعرف المهرة هذه ما عادت بملكك ولا ملك الوالد الله يحفظه, هذه ملك شريحة كبيرة من المحبين المشجعين هذه المهرة, خطفت قلوب الجميع الله يحفظها. الآن إيش المخطط لهذه المهرة؟ طبعا هذه الفرس إحنا قاعد نحاولنا يعني نحافظ عليها قد ما نقدر, نحافظ على وجهاتها يعني إنه أشواط منطقة يعني نروح حق الأشواط الأفضل بالنسبة لها واللي يعني بترفع فيها اسم الدولة. مثل ما تعرفون بنحاول ناخذ تربل كراون مرة ثانية يعني جودوود اللي هو جودوود, ومن بعدها الأرك, ومن بعدها نروح سباق كأس الجوهرة, ومن بعدها نروح يعني نفس الاستراتيجية سيف سمو الأمير. لكن قبل هاي ممكن تركض الفرس سباق تحضيري, يعني بعد اليوم ان شاء الله بتاخذ الفرس راحه, من ثم تروح سباق تجهيزي قبل الجدود, وان شاء الله عقب الجدود تكمل مشوارها نفس
ناس مشوار السنه، اتمنى انه نقدر ناخذ تربل كراون. اتوقع انه في خيل جديده بتطلع، في اسماء شفناها في في في, في مهرجان حضره صاحب سمو الامير، اسماء خطيره، لكن نتمنى ان نكون عند حسن الظن. هذه خلاص رجعت فرنسا ولا لحد فرنسا اليوم؟ اليوم رجعت فرنسا. أي نعم اليوم رجعت فرنسا، بتروح اتوقع الراحة على طول، وعقب ان شاء الله بترجع على نفس مشوارها اللي كنا مخططين لها العام والسنه. يعني انا يعني جاء في بالي ابو سعيد سؤال، ان انت عارف الان الطقس جدا بارد في اوروبا بشكل عام، واجواء عواصف ثلجيه امطار، شلون المدربين يجهزون خيلهم وحتى يوم يجهزونها شلون يجون وينافسون عندنا في قطر مع هذه الاجواء الصعبه؟ انا اعتقد شوف في بعض المدربين مثلا الكبار، المدربين اللي عندهم مضامير كبيره، في بعضهم عندهم اندور مسكر، ارينا مسكره يمرون فيها للتجهيز او للتحضير بس، يعني حق الورمنج اب. وبعدين لو ما اعرف انا الفرس وين تتمرن، فورسي ما تبلادها في الشانتيه. لا فورسي في الجنوب، شخص قرب شوي يعني اتوقع قريب بوردو، فوق بوردو شوي. يعني المكان بسيط، بسيط جدا وعند المضمار، بس المكان هم فيه اغلبه يعني امطار مش ثلوج. وهذه تقريب بحر في الجنوب هناك. الجو زين يعني الجو شكل عندنا تقريبا، يمكن الجو الحين نفس عندنا الجو، بس على براد يعني ما في ثلوج امطار. ويعني ما يمنع ان يحضر الفرس تحضير جيد قبل لا يجيبها هني، يعني حتى يعني ما شاء الله حتى اشعارات يعني كان ما محلقه، ما اظن محلقه الفرس يعني محلقه، لكن هي الفرس يعني حتى لو تحلق اللمعه موجوده يعني الصحه موجوده. لا يعني يمكن للامانه من 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 احلى الفترات اللي جات فينا ليدي برنسس هالوقت صراحه، اللي شفنا اليوم ليدي برنسس امس في سباق يمكن شفناها يعني في عمر ثلاث سنوات، اشعارات زي يمكن احلى الفرص. وقت جات فيه احلى شكل شفنا فيه ليدي برنسس امس. نعم، اذا مشاهدينا الاعزاء في نهايه هذا الشوط الرئيسي في امسيه يوم السبت نقدر نجمع بان ليدي برنسس هي المهره الاولى على مستوى العالم، وشفنا اداء كبير يوحي بقدوم حصان مميز وفاخر ايضا اللي هو عابس المملوك لسعاده الشيخ جوعان بن عبد الله بن خليفه ال ثاني. نروح الآن أعزائي المشاهدين أيضا لأحد الأشواط الكبرى في أمسية يوم السبت اللي هو الشوط السادس على كأس سمو الأمير للخيل المهجن الأصيل، أو أقصد الشوط السابع، وشفنا أوت بوكس هذا الحصان القادم من المضامير الإنجليزية واللي قادته طبعا هولي دويل، وقدرت تسجل انتصار مدوي من خلاله. خلونا نشوف هذا الشوط ويعني نروح لأبو أحمد. أبو أحمد، هذا يعتبر اهم كاس خاص بالخيل المهجن الاصيل، كاس سيدي سمو الامير. طبعا اوت اوف ذا بوكس ما كان مرشح، نكون صريحين يعني بحكم نتائجه الماضيه ما كانت توحي ان هذا الحصان مرشح فعلا. لكن شو اللي صار في هذا الشوط؟ اهم خيل قطريه موجوده لكن ما فازت. شوف فعلا اخوي ابو تميم، يمكن الشوط هذا صراحه كان مفاجاه بالنسبه للكل، خاصه ان الجواد اوت اوف بوكس يعني حصان ما كان من ضمن المرشحين بحكم النتائج السابقه اللي حصل عليها الحصان. فيها اشياء، بعض الاشياء خلينا نتكلم من ناحيه تكتيكيه. اتوقع ان البيس ميكر كان سريع جدا، ما كان سريع. اجل شو اللي صار؟ ما كان سريع على اساس هالشكل ان الحصان اللي في المركز الثاني اللي ماخذ الكفر هو اللي فاز. صحيح، اللي مع هولي دويل ما تاخرت يعني. شوف موجود هنا يعني ما البيس، يعني اعتقد ان قطر جولد سوى البيس حق اوت بوكس. هو سوى بيس بس البيس مش المطلوب. نعم. لذلك ان انت تشوف في الخيل اللي خلينا نقول الاول والثاني والثالث يعني من الخيل اللي في الصفوف الاماميه من البدايه. يعني ركز لي على سيو باي مي. سيو باي مي يعني على مدى سباقاته الماضيه كان يروح يجر الحصان مقبوض، اشوفه اليوم رايح مرتاح، مش هذا البيس اللي يحبه يعني، مش سيو باي مي اللي نعرفه. شوف الله يعطيه الصحة والعافية صراحة، الحصان اللي هو سيو باي مي اللي قدر يعني يعطي موسم لحد الآن يعني واحد من المواسم المهمة. لكن أعتقد أن سيو باي مي المسافة أو طريقة الركض بهذه المسافة ما تخدم الحصان، يعني أنا في وجهة نظر الشخصية أعتقد أن الحصان متمكن على مسافة 2000 متر أكثر من المسافة، بس مش هذا الستايل اللي تعودنا عليه يظهر فيه. يعني هو دائما ما نشوفه احنا يكون شوي أكثر
خشونه شارب كين اكثر كين شارب وقدام يعني اليوم اشوفه رايح يعني عادي. يمكن طريقه المدرب او المدرب دي بماونتن ان تخلي الحصان يهدى اكثر في السباق في مدريات السباق بحكم ان المسافه 2400 متر. نعم. تنظم نسم الحصان صراحه كانت مفاجاه من العيار الثقيل. نعم. الجواد اللي هو اوت بوكس حصان من نتائج متواضعه. نعم. قدر يحصل على الفوزة هذه. الجواد متباهي واحد من الخيل صراحة الممتازة اللي طلعت لنا بطريقة جدا ممتازة في ثاني أو في أول مشاركة له يعني عمر 4 سنوات. نقول هارد لك اللي بطلنا صراحة اللي هو نور الهوى. هذه اللي أنا أبغى أسأل أبو يوسف شو اللي صار مع نور الهوى؟ ما في يوم أنا أشوف صراحة الأمانة نور الهوى مو بركضته اللي إحنا متعودين عليه. مش هذا نور الهوى اللي إحنا متعودين عليه من الموسم الماضي صراحة إلى قبل السباق. ما خسر الحصان. ما خسر وبعدين ركضاته طريقته في الركض حصان عنده حيوية حصان خفيف في السيدة لما يجي الستريت لاين تحس حصان خفيف صراحة. شوف عمل انطلاقة قوية من البداية حلوة يعني أول المتقدم. هو الأمانة يعني هو ركض على البيس السريع وركض على البيس الخفيف وحصان أدى على العب. لكن اليوم في الأمتار الأخيرة في الستريت لاين مو بنور الهوى اللي احنا نعرفه. ما عنده ما سوى التسارع اللي احنا متعودين عليه. نعم. اوت بوكس فاز صراحه. انا اتوقع ان المدربه اللي هي ارش واستن كانت ذكيه. هولي دويل انا اشوف مش ارش واستن المدرب مدربة. اي مدربه ايه مدربه مدربه ايه ايه اعتقد انها كانت ذكيه باختيار الشوط. نعم. للجواد اوت. نعم. بوكس تتابع سباقاته في بريطانيا احصان يجيد الارضيه هذه والمسافات يسوي المسافات احصان ايه. هذا فايز في الاستد في جولاي كاب في شهر 7 على مسافة 2400 وضارب لوجيكان حصان ابن فرانك الأزرق. نعم. لجاجمنت صحيح لوجيكان مستوى مو بنفس العام بس لكن مستوى يظل حصان بطل يعني بطل. إيه مش هذا أوت بوكس ضاربة فايز عليه في جولاي كاب على الأرضية القوتوفير. ذكاء المدربة أن يجي في الشوط مثل هذا وجاي ثاني في جروب 3 بعد. نعم. يعني أنك هو صحيح مستوى الفرس مستوى الحصان هذا في آخر الحصان هذا في آخر 3 مشاركات مش إيجابية لكن لو تشوف انه كان يركض على الاول وذر في اخر 3 مشاركات صح. عشان الاجواء. نعم. نعم. بس انت لو بتجيب على الجود تو فيرم حصان ممتاز. نعم. فما في كلام انه الحصان هذا لو فاز اليوم ما يعني تقدر تقول عنده مستوى. نعم. يعني ايضا يعني انا متفاجئ ان الستايل اللي عملته هولي دول اللي طلعت في المقدمه ايضا هذا كان من صالحه. اي طبعا هاي كان من صالحه الحصان حصان ستير يركض ال 2400 ما عنده مشكله في المسافه 2600 احنا نتكلم عن اوت بوكس. نعم. حصان يسوي المسافه بارتياح ما عنده مشكله فموقعه احسن موقع هو خذاه اصلا حتى متباهي عشان يجي يصف معاه في بدايه السيده اضطر انه يكبر الركوع يطلع من برا على اساس انه يجي جنبه. هم عارفين ان الحصان هذا حصان ستير ممكن يسوي المسافه عنده نتائج ايجابيه على الجود تو فيرم وعنده نتائج ايجابيه على نفس المسافه وعلى شويه. نعم. يعني كمسافه ما عنده مشكله الحصان وانا شفته صراحه في حضوره في الرينج قبل السباق حضوره مميز كان حصان حلو شكله زين كونديشنه زين كل حاجه فيه زينه صراحه. نعم. انا عندي ايضا سؤال ابو سعيد يعني احنا ايضا كنا معجبين بحصانك ان ذا نايت وحصانك كان مثبت جدارته في هذا الموسم. ألا تعتقد أن لو أنت شوي رفعت رتمة أو بيسة من البداية كان ممكن يجيب نتيجة أفضل حكم أن الحصان أيضا عنده استامينة عالية يقدر يتعامل مع المسافة؟ أنا نفس الحاجة حصاني عنده استامينة عالية شكل ما قلت ما عنده مشكلة في المسافة الرذم أي رذم بيطلع سريع ولا بطيء ما عنده مشكلة. تعليماتي غير انا حق الجوكر يعني صح. ما طبق التعليمات ما طبق التعليمات ايش كانت تعليماتك؟ تعليماتي لازم يكون من 3 الاوائل الحصان هذا اللي انا اقوله لازم يكون من 3 الاوائل حتى يعني هو انا تبي الصراحه المفروض انا ما اعطيه تعليمات عشان هو الجوكي راكبه يمكن 4 سباقات ورا بعض فايز في 3 سباقات يعني الربع قالوا في الاستديو قالوا ليت ابراهيم ركب شو اسمه الخيال الفرنسي ماكسيم. يعني فكنا طرحنا هذا الموضوع قبل ينطلق الشوط يعني فقلنا ابراهيم ماكسيم ممكن كان راكب في هذا الشوط لعلمك صار تغيير خياله في اخر لحظه من هالنستك كان ماركو راكب وعقب تغير انا ما شفت اسمه فكرت صحيح بس يعني. لانه في الكتيب كان ماركو عشان كذا صار يمكن اخر الساعات فممكن ما حد لاحظ ولا ما حد ما انتبهنا ما درينا ما حد منتبه يعني بس يعني التغيير صار في اخر لحظات يعني انا اعتقد ان لو ان احنا فقدنا تقييم حصانك بالشكل الصحيح
يعني في هذا السباق. أنا يعني توماس من الخيال الممتازين اللي في الدوحة، وأنا أثق فيه كنت صراحة، على أساس أنه راكب الحصان آخر 3 سباقات أو 4 سباقات، عارف شيء بيلحصان. وعارف شيء بالحصان يعني هو في 2008 واير تو واير فايز. أنا هذا اللي أقوله يعني. وفي ال 2350 نفس الحاجة، يعني تقريبا واير تو واير فايز الحصان. زين ليش أخر الحصان؟ ليش ما اللي على كلام الجوكي يقول ان حصان السي وباي مي ضايقه شويه، يعني يا يضطر انه يطلع يروح قدام كلش او يرجع ورا. اي انزين، فانا قلت له لو ماخذ يعني الليد ورايح ما عندك احسن لك. نعم. ما عندك مشكله، حصانك يعني ما عنده مشكله في المسافه، وحصان جاهز وتو طالع من السباقات في افضل حالات وذي وكذا، ما عندك مشكله. وشفنا احنا يعني لف السيده تقريبا قبل الاخير الحصان لف السيده وقدر يلحق يجي خامس. دخوله يعني. تبارك الرحمن الحصان ممتاز، يعني انا اشوف ان ذا نايت يعني قبل وانتو تسولفون انا اشرح حق ابو سيده اقول له الحصان يعني انا كنت يعني مركز جدا عليه في صحيح لان الحصان جايب اول 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 قبل وعنده كواليتي عالي وكل ما يفوز بطريقه افضل من الثاني. أيوه. كل ما يفوز يعني احنا عندنا راسين اللي جايين اول يعني ثلاث اوائل قبل هذا السباق. نعم. عندنا الجواد اللي هو البطل نور هاول معروف، عندنا اند نايت. انا يعني واحد توقعت ان الحصان يا يطلع ليد يا ثاني، بس يعني انا ما انتبهت على الشوط ان سيو باي مي طلع ورا الجنبه ولا شيء، فاستغربت يعني انا ليش بشعيل اقول دائما بسعيد يعني. لا بعدين يعني السباق هذا صار فيه 3 اكواع كلهم مكبر الكوع كله من برا على الحصان، يعني رابع حصان ولا ثالث حصان من برا على الحصان، فلما تلف انت من برا في 3 اكواع فمسافه تروح عليه. صحيح أصلاً. صحيح يعني البيس كان بس بطيء ولا سريع بالنسبة لي أنا؟ لا يعني بشكل عام عادي متوسط متوسط ما بسريع ولا ما كان سريع. أنا ليش أنا ركز على هذا الحصان أبو سعيد؟ يعني في ميزة دائما يركض خيله بطريقة معينة، يعني يعني بصراحة أنا أقول لك أكثر واحد يتحايل على الهانديكاب أبو سعيد، دائما لاحظ لما يفوز تلاقي انه عنده اداء كبير ولكن ما يطلعه شوي يعني عرفت؟ فيوم فجاه كذا يفجر يطلع لك لا بس صح كان اليوم المنتظر هذا صح سمو الامير كان يوم المنتظر للحصان يبين الوجه الحقيقي له. صحيح لكن للاسف يعني الظروف ما ساعدت. زين انه ماركوس ما يعرف عربي ولا يشوف البرنامج. اي والله ولا ماركوس ما راح احنا ما نتكلم عنه هو عن شخص سعيد يعني يعني انت احنا تكلمنا عن التوقيت بعد نفس الوقت ترى توقيت العام 5 ثواني فرق. نعم يعني اتوقع ان العام 2:30 اليوم 2:26 تقريبا 26 ولا 25 العام 2:30 تقريبا، فاتوقع ان يعني الشوط السريع ما نفع جواد البطل اللي هو نور الهوى. هاي من وجهة نظري. طيب هلنستك الجواد هلنستك يعني ممكن انه مركض بالصوره اللي يعني شو السبب من وجهه نظرك؟ والله عده اسباب يعني اول شيء يعني في الترايل جاي ثاني مرتاح في افضل حاله. أيه. عطانا انطباع ان الحصان لا بينافس على الاول. صحيح الحصان صار له تغييرات بسيطه ممكن تغيرت على الحصان. شيء ثاني الجواد هلنستك يعني لو تشوف طول الشوط نفس ما قال ابو سعيد احنا عطينا خطه لكن ما قدر يطبق الخيال، مش انه ما يبغي الخيال، احنا قلنا حق الخيال سو لكن مجريات الشوط هي اللي غيرت. ما خدمته ما ساعدته. ما خدمته، انت عندك 3-4 جياد قدام وفي بعض الجياد ما قدرت انها تتم قدام. نعم. فتراجعت من ضمن الخيل اللي تراجعت على الجواد هنسك. نعم. فاضطر الخيال ينتظر زياده ويدور له طريق ثاني. احنا اليوم نشوف جواد متباهي الجواد متباهي شايل 57 كيلو لكن الخيار راكبه ب 58 كيلو ونص يعني كيلو ونص زياده واحنا نشوف هذا الحصان تم لين اخر 50 متر منافس على الفينش يعني ممكن هالكيلو ونص كان في يفرق نعم. يفرق وممكن هو اللي يفوز الشوط صحيح لكن اتوقع ان الخيار اولفيا بيلي ما قدر يسوي الوزن وهذا اللي غير بعض من مجريات الشوط. نعم. يستاهلون الملاك في النهايه اعزائي المشاهدين نقول مبروك لهذا المهور اوت اوف ذا بوكس مع المدربه اللي هي ارتشي واتسون والفارسه هولي دويل، اداء صراحه فاخر جدا قدموه لنا بحصولهم على كاس سمو الامير. نروح للشوط السادس وايضا
شوط مثير، شوط ملحمي، أثبت من خلاله مشرف أنه هو ما زال يتربع على عرش نجوم عمر الأربع سنوات، وحصل على السيف الفضي بملكية خليفة بن شعيل الكواري. أول شيء خليفة نبارك لك في هذا السباق، نقول لك مبروك تستاهل. أبو أحمد كلمنا عن هذا الشوط. طبعا شوط السيف الفضي اللي حضرت صاحب السمو الأمير البلاد الشيخ تميم يعني واحد من أهم الأشواط صراحة الملاك أو لجميع الملاك الأهالي. كانت النتيجة شبه محسومة صراحة لمشرف بعد ظهوره في داربي قطر عمر ثلاث سنوات. اليوم يعني كان صاحب يعني الكعب الأعلى صراحة في الشوط، يمكن الفرس سحاب ركضت بطريقة أداء مشرف فوق صراحة، فوق المتوقع. الفرس قدرت تكون قريبة أكثر من مشرف في مشاركتها هذه. شوط صراحة ممتاز، مشرف واحد من نوعية يعني الفاخرة اللي أعتقد أنه راح يكون من الأسماء اللي راح تنذكر صراحة في السباقات الكبيرة في الأيام الجاية. مبارك لهم صراحة المستوى، وإن شاء الله نشوف مشرف في الداربي الفرنسي، وإنه يقدر يحافظ على سجل الانتصار. فاز في داربي قطر، فاز في سان كلوب روبان داربي ثلاث سنوات. نعم. ثلاث سنوات في شهر 6 أعتقد. عقبها أعتقد أنه راح يجي يحافظ على لقب الداربي بعد ثلاث سنوات وعمر الأربع سنوات. نعم أبو سعيد، يعني شفنا في السيدة يعني مشرف عادة يفوز مرتاح مركلس، هالمرة في كان في نوع من الثقل، يمكن جهوزه ما كان 100%، ولا شو اللي صار مع الحصان؟ لا انا اعتقد الحصان جاهز 100%. صحيح الفرس يعني احنا قلنا خلاص راحت، فازت الفرس سحاب يعني ما شاء الله تبارك الله ظهرت باداء جبار. اي بس لا تنسى، شوف سحابه ما تسوي المسافه هذه. صحيح. زين السحابه عندها سبرنت، عملت سبرنت في بدايه السيد، لكن مشرف حصان انا دائما يعني انا صراحه انا اشوف حصان ذو كعب عالي. صحيح. وعنده مستقبل كبير. مستقبل كبير جدا يعني. بس ايش تراهن عليه في السيف الذهبي؟ ايه كل شيء وارد. انا راهن عليه في السيف الذهبي السنه الجايه ان شاء الله. يستاهلون، ونقول مبروك مره اخرى لخليفه بن شعيل، نهديك الفوز يا ابو جعفر. انجاز تاريخي لن ينسى، سيفين في يوم واحد تبارك الله ما شاء الله. اعتقد انه تايم ريكورد اذا ما خاب ظني، عشان خليفه ما يزعل. لا انا والله دخلت ادور لكن ما عرفت هو تايم ريكورد. اعتقد تايم ريكورد. تبارك الرحمن ركض رقضه ممتازه. تستاهلون تستاهلون. ايضا اعزائي المشاهدين، احد الاشواط المهمه في امسيه يوم السبت الماضي شوط رئيسي وكبير اللي هو شلفه سيدي سمو امير البلاد المفدى، والشلفه راحت للوسميه مع المدرب المتالق في ذاك اليوم جاسم الغزال اللي قدر يشيل شوطين في هذا السباق. ثندر ستون كان هو الافضل وقدر أن يشل شلفة سيدي سمو الأمير. يعني بيوسف شوط رهيب، ثندرستون فاز، وشفنا أيضا بازير صراحة عمل أداء جبار 60 كيلو وقدر أنه يحصل على المركز الثاني. طبعا في البداية بارك لمربط الوسمية، صراحة يستحقون أنه يفوزون في أحد أشواط سيدي سمو الأمير، لكون صراحة مجتهدين صراحة في انتقال الخيل في المشتريات وتتويجهم صراحة هذا أكبر دليل. جاسم الغزالي ايضا كان متميز صراحه في المهرجان، حقق انتصارين مهمين. تندر ستون اعتقد انه من الجياد، انا بالنسبه لي شوط الشلفه اصعب شوط في المهرجان كامل لانه هانديكاب وما تعرف من الحصان اللي بيفوز فيه. صحيح. العام الماضي شفنا كينج باشا حقق الانتصار، دائما الاوزان الخفيفه تعمل تصنع الفارق صراحه، الا الامانه مع بازير حصان البطل هذا. مقاتل صراحه في العام الماضي حل في المركز الثاني، اتوقع مرتين ثاني في الشلفه، مره ثالث مره فاز. للامانه يعني ثندرستون كان حصان صراحه، يمكن ما اعرف ليش انا كنت متفائل حاسس ان ثندرستون كان بيفوز، يمكن من الحلقه اللي راحت قلت لك ثندردون بيفوز. صحيح. ويمكن في الاستديو ما اعرف ليش جي عندي احساس ان حصان دائما يطلع عنده طلعات، حصان يغيب شوي ويطلع طلع، يغيب ويطلع طلع. وصراحة الأمانة يعني المدرب جاسم يحضر صراحة للأمانة في السباقات هذه، وبين صراحة الحصان كان حصان مميز. من الحل في المركز الثاني أعتقد، بعد أيضا حصان كان مفاجأة اللي هو الوزويتنج المركز الثالث. ها؟ بازير جاء ثاني؟ لا الوزويتنج ثاني أعتقد، ثاني بازير. ثالث بازير والوزويتنج ثاني. الوزويتنج كان شايل 52 لكن أدى أداء ممتاز. عشان كذي شوط الشلفة شوط صعب صراحة، دائما الوزن هو اللي نعم انت تشوف الدخول شوط هانديكاب. صحيح. هذا شوط دخول هانديكاب. صحيح. يعني فلا
مبارك لهم صراحة الانتصار. نعم. تندرستون كان حصان مميز في الشوط وحقق الانتصار. نعم. أيضا مشاهدينا الأعزاء الشوط الرابع اللي هو على كأس الريان قدر يفوز فيه اللي هو الحصان يونانس ابن فرانك اللي خليفة بن شعيل الكواري مع نفس المدرب جاسم الغزالي، أداء كبير ولمسات أيضا مكسيم جيون كانت حاضرة في هذا السباق. أبو أحمد طبعا ما بغريبة على الجواد صراحة أن نيونس ظهوره بالتألق هذا، خاصة أن الحصان هذا قدر يحصل على الريان ستيك في داربي قطر في عمر السنتين. الحصان عقب تغيرت يعني مدربة من تشارلي فولوز إلى المدرب جاسم الغزالي، شفنا أول ظهور لنيونس حصل على المركز الرابع مع جاسم الغزالي، لكن صراحة أثبت جاسم الغزالي أن الحصان بس كان محتاج الفترة أنه يدخل معايا يفهمها جاسم. نعم. على الأقل يعني أعتقد أنه وشيء طبيعي أنه يكون فيه نزول بعد الحصان ما يوصل من بيئة لبيئة من أرض لأرض. نعم. جاسم صراحة حافظ على الحصان بطريقة جدا ممتازة. الحصان جاء بحلة مختلفة عن مشاركته الأخيرة، حصان بطل، أعتقد أنه واحد من أو الأسماء القوية اللي راح تحافظ على سجلها في مسافة الميل. مبارك لهم صراحة، حصان مستوى عالي، أعتقد الحصان ما زال لديه الكثير اللي يقدمه. نعم، يستاهلون، يستاهل أخونا أيضا خليفة بن شعيل الكواري وجاسم الغزالي هذا الانتصار الجميل اللي قدموه لنا فوزهم بكأس الريان. نروح للشوط الثالث أعزائي المشاهدين، هذا الشوط اللي قدر يفوز فيه المهندس أسامة عمر الدفع، ولا غرابة الحصان كان هو المرشح الأول، كانت في مشاركة من الخارج ولكن أسامة الدفع ورونان توماس كانوا هم الأفضل في هذا السباق. ونقول لكارد لك أبو سعيد، كلمنا عن هذا الشوط، وأكس فورس أيضا أدى أداء يعني ممتاز. أول شيء مبارك حق أبو عمر أسامة عمر الدفع، الحصان صراحة قدم أداء جيد وكلنا مرشحين الحصان على أساس أنه هو صاحب اللقب السنة اللي طافت، السنة قدر يحقق اللقب مرة ثانية ويأخذ الشوط السبرنت في 1200. أنا أعتقد الحصان يعني فاز بارتياح، ما يعني إحنا نشوف إنه في خير زاحمته في بداية السيدة، لكن في نهاية السباق قدر يحسم الموضوع، أو آخر يمكن 200 متر قدر يحسم الموضوع و ياخذ الصداره بارتياح حوالي يمكن طولين ولا طولين ونص يعني. نعم، يستاهل المهندس اسامه عمر بعد هذا رقم بعد تراك ريكورد كل السباقات تراك ريكورد. المضمار في هذا اليوم كان فاست وواصل في افضل حالات يعني المضمار. دقيقه وثمان يعني زمن مش بسيط. ايضا اعزائي المشاهدين، الشوط الثاني اسفر عن مش بزوغ نجم، هو اوريدي نجم قادم من المضامير الفرنسيه، وكان هو يعني محط الأنظار صملة تبارك الله من أجمل الأمهار اللي ظهرت في هذه الأمسية كتكوين كسلالة. نقول مبروك لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني ومكسيم جيون هذا الأداء اللي قدموه لنا اليوم مع هذا المهر المميز الذي لم يذق طعم الهزيمة إلا مرة واحدة وعلى يد اللي هو مشرف عدل. صحيح. أبو أحمد كلمنا عن صملة. صراحة يعني وترتيم خرافي تترفع ترفع على القبعه. نعم. حصان عمر 4 سنوات يقدر يجاري الخيل الاكبر منه في العمر، حاصل على انتصار جروب 1 في فرنسا، اليوم اثبت يعني تفوق صراحه في سباقات الجروب 1 على مسافه 1600 متر. حصان عمر 4 سنوات تو صغير، دقيقه 41 طريقه ركض الحصان تقول ان الحصان عنده مستوى كبير، ما زال يعني لحد الآن ما طلع أعلى ما عنده صراحة. لو تشوفه شلون داخل شكل فحل تبارك الله يعني تبارك الرحمن، يعني داخل السيدة لحد الآن مقبوض، طلب منه مكسيم، أعتقد الحصان أقلع تبارك الرحمن، حصان خطير، يمكن أنه واحد من الخيل اللي راح تكون صراحة مهمة في الموسم الأوروبي.
نعم. للمفارقه ابو تميم ترى ماكسيم وفريق سمو الشيخ محمد هاي ثالث سباق على التوالي يفوزون فيها الشوط. نعم. مرتين على مثقال ومره نعم. على صامله ماكسيم. نعم لا ماكسيم من ثلاث سنوات على مثقال نعم. مرتين وصامله مره. يستاهل يستاهل. ايضا اعزائي المشاهدين كاس الريان اللي هو الشوط الثاني المخصص للخيل المهجنه الاصيله مفاجاه جميله قدمها لنا بدر البليوشي مع عبد اللطيف حسين العمادي اطاح بالمرشح الاول بلا منازع باداء ولا اروع راسه فينش في هذا السباق. خليفه ايش اللي صار في هذا الشوط؟ الانظار كلها على ايكونوكس. بدر البلوشي صرح تصريح ناري قبل السباق قال انا جاي افوز وكان قد كلامه وقدر يفوز. هو صح كان قد كلامه بس انا اول ما دخلت على الشوط يوم وصلت عند دخلت المنصه لا بدر كانه فاقد الامل. قلت له شفته قاعد على الكرسي قلت له قم قم شوف شوطك. قلت له قم قم شوف شوطك. قال لي لا فقد الامل من الخيال. أي اتوقع نعم. لانه قال ان اتوقع ان الجواد اجال هو اللي بيطلع في المقدمه لكن ما طلع بالبيس هنا المطلوب. هنا يجي مستوى العالي لهذا الخيال ماكسيم جيون انه قاعد صحيح طلع راس لكن طلع ايوه اتخذ القرار الصح. لا لا طلع الحصان على راحته صحيح. على نسم معين صحيح. هادي توزيع 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 النسم توزيع هذا ترى مش اي خيال يمتلكها توزيع صح. النسم هذا مش اي خيال هذه موهبه موهبه بالضبط أي. فاتخذ القرار خيار ترى هذا سر ماكسيم لاحظ فوزاته كلها فيها موهبه مش صحيح. مش فوزات يعني لانه يفوز حتى الخيل بطريقه يعني جميله ونعم نفس الستايل اليوم اللي قبله مع باب الريان سوى ايه. نفس الستايل صحيح صحيح نعم. تبارك الرحمن نشوف بلاك بير جود بلاك بير اصلا بطل يعني بس لكن الجواد ايكوينكس اللي طلع في اللي ما طلع في المستوى هذا اليوم صحيح ممكن انه يعني ايكوينكس كان خارق نعم. يعني في يوم شفناه يفوز بهذه الطريقه قلنا ان هذا الجواد خارق لكن الجواد بلاك بير قدر يثبت نفسه انه هو اليوم في هذا اليوم هو البطل هو بطل هذا ايضا بو شعيل لازم نشيد بمستوى مستوى بدر البلوشي انه حضر الخيل هذه انها تظهر بهالمستوى الشوط كان حر شمس حارقه راسه فنش 2000 متر صحيح في شغل اليوم هاي بعد في هواء بسيط صحيح. يعني خيل تطلع راس يمكن نعم. تتاثر من هذا الهواء بدر اصلا في هذا المهرجان كامل طلع بنتائج ممتازه نعم احنا نشوف اول وفي الشلفه ثالث تقريبا نعم. فطلع في ب ب ب ب يعني بطريقه ممتازه نعم. المدرب بدر البلوشي ويستاهل ابو نعم. حسين يستاهل ابو حسين ويستاهل اخونا بدر البلوشي هذا الانتصار الجميل بكاس الريان راح نروح فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم نعم مشاهدينا الاعزاء شفنا معاكم رجعنا لكم بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا عن سباقات مهرجان سيدي سمو الامير وبالتحديد في اليوم الثاني حيث نظم نادي السباق الفروسيه 8 اشواط كان ابرزهما هما الشوطان الاخيران خلونا نشوف تقرير عن نتائج هذا اليوم ونرجع نتكلم عن اخر شوطين. تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفي حضور سمو الشيخ محمد ابن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جوعان ابن حمد آل ثاني تواصل يوم الجمعة 18 فبراير العام 2022 فعاليات مهرجان سيف سمو الأمير بإقامة ثاني سباقات المهرجان والذي اشتمل على 8 أشواط أقيمت على مضمار الريان العشبي. في أول الأشواط كانت البداية مع أم قرن والمدرب ألباندوميولي فاستهلا السباق من حيث انتهيا في اليوم السابق بفوز المهرة بلو ستار بكأس الخيل العربية الأصيلة الإناث بإنتاج محلي المبتدئة والفائزة بسباق أو سباقين عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر محرزة فوزها الثاني على التوالي في رابع مشاركاتها بقيادة الخيال رونان توماس. وفي الشوط الثاني فاز المهر الثقب ملك وإنتاج الشق بريسنج بكأس الخيل العربية الأصيلة المبتدئة عمر 4 إلى 6 سنوات لمسافة 2000 متر بعدما انتزع قمة الشوط بإشراف المدرب إيريك ليمارنتيل وبقيادة الخيال برانين أرفيند.
وفي الشوط الثالث عاد المهر بنجل جينجل بارتي ملك مربط إنجاز للفوز حاصدا كأس الخيل المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات لمسافة 1200 متر بفارق مريح بإشراف المدرب جوليان سمارت وبقيادة الخيال جيم كراولي. وفي الشوط الرابع واصلت المهرة كادوبول ملك وإنتاج مزرعة الوسمية تعزيز رصيدها الرائع في قطر بإحراز فوزها الرابع في 7 مشاركات لها وحصدت كأس زهرة الصحراء للخيل المهجنة الأصيلة الإناث عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر بإشراف المدرب جورج ميكالدس وبقيادة الخيال توم ماركوانت. في الشوط الخامس أحرز الجواد باب الريان ملك عبد اللطيف حسين زن العمادي فوزه الثاني على التوالي وظفر بجائزة الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر بأداء رائع بإشراف المدرب بدر البلوشي وبقيادة الخيال ماكسيم كوين. في الشوط السادس أثبت المهر السيج سكب ملك مربط السكب أنه الأسرع وأحرز فوزا مصنفا بحصده كأس السرعة للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر بإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي وبقيادة الخيال توماس لوكاسك. وفي الشوط قبل الأخير وصل المهر الميراج ملك وإنتاج الشاك بريسنج تألقه ففاز وبجدارة بكأس الخليج للخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر بقيادة الخيال فالح بغنيم وبإشراف المدرب إريك ليمارا تينل. جاءت مقدمة الشوط الثامن والرئيسي أوروبية خالصة بحصول 3 جياب من فرنسا وإيرلندا على المراكز الثلاثة الأولى في شوط كأس إيربش ثرايبيد ماركتينج في الفئة الثانية للخيل المهجنة الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر وكان الفوز للجواد باو ألتو ملك فرتايمر فيرر بعد اندفاعه قوية في اللحظات الأخيرة أحرز فيها الفوز بارتياح بإشراف المدرب الفرنسي كريستوف فريلون وبقيادة الخيال ماكسيم جيوني. نعم مشاهدينا الأعزاء شفنا معاكم هذا التقرير عن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سيدي سمو الأمير أبرز هذه السباقات التي جرت في هذا اليوم هو الشوط الثامن على كأس آيريش ثوربريد ماركتينج ستيكس للخيل المهجنة الأصيلة وعلى مسافة 1600 متر الانتصار كان قادم لجواد قادم من الخارج وبالتحديد من المضامير الفرنسية مع الخيال ماكسيم جيون اللي هو باو ألتو. علي الكبيسي شو اللي صار في هذا الشوط أهم خيل مايلر عندنا في الدوحة ركضت لكن الفائز فرنسي صحيح يعني ممكن الجواد اللي هو ألتو كان حصان مميز في الشوط صراحة الشوط يمكن هتكلمنا فيه في الاستديو حللناه فنين عبد العزيز الكثيري كان وايد عمل عمل, عمل عمل يعني ربك الشوط غاخ يعني مثل ما تقول موازين السباق اختلفت بالحصان اللي طلع بعمل البيس السريع اللي هو مرخور مرخور نعم شفنا تمركز صراحة باول ألتو في مكان مميز الحصان أيضا اللي حل في المركز الثاني ابن أكليميشن ما يحضرني اسمه صراحة أيضا كان من الخيل اللي كانت مرشحة في الشوط كنا معودين شوي على زيزيفا وعلى جبالي إنهم يكونون يعني مثل الخيل اللي ممكن هي يعني في حصان المحمود صراحة يعني هذا يحسب لجاسم الغزالي أكيد طبعا يعني أنت حصان هذا واقف من شهر 10 يجيب بهالمستوى في مسافة الميل نعم يعني حصان اليوم يركض بهذه الطريقة لكن باول ألتو أتوقع أنه هو الحصان اللي يعني انت لو تشوف نتائجه حصان ركض ترى جميع المسافات في عمر السنتين فاز بالالف وست في جروب 3 وحصان ولد انتيلو هو ولد انتيلو نعم اما لاين الماني يعني كانت تركض مسافات الالف وست وهاي لكن قلت لك انا ممكن البيس السريع نفع الحصان وخلاه صراحه يتفوق في الامتار الاخيره يعني خيبه تامه صراحه من 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 من, من يعني خصوصا من يعني الخيل اللي احنا كنا متوقعينها اللي جبل علي ولا جبالي او صحيح. او زيزيفا اللي صراحه اللي كنا متوقعين له ستايل برفورمنس كان ايضا اداءه في البرزان كان حصان مميز في الشوط توقعنا ان الحصان يكون اليوم
يعني مثل ما تقول منافس، لكن ما اعرف يمكن طابع الارضيه اليوم مختلف. نعم. مثل ما احنا كنت تحت الهواء نقول الارضيه كانت نعم. وايد فاست وجسمه وناشفه. بعض الخيل ممكن يعني ما، بس ان هذه ارضيتنا يعني صحيح. اكثر خيل راكضه عليها. نعم. لكن اتوقع انه هو حصان يملك المستوى انه يفوز. نعم، نقول لهم مبروك. ايضا مشاهدينا الاعزاء، من بين اهم الاشواط في امسيه يوم الجمعه اللي هو الشوط الذي اقيم على كاس الخليج، والشقب ريسنج استحوذوا على هذا السباق مع الفارس الذهبي فالح بغنيم والمهر المميز في هذا اللي ظهر بصوره ممتازه في هذا الموسم الميراج، اداء ولا اروع لهذا المهر. ابو احمد، يعني لو تكلمنا عن هذا الشوط وعن اداء فالح بغنيم مع الميراج. طبعا مبارك للشقب ريسنج. الميراج طلع مثل ما قلت من البدايه في اعتقد في داربي الانتاج المحلي عمره 3 سنوات، حصل على المركز الاول. اليوم اول الاسبوع الماضي كان هو المرشح الابرز صراحه في الشوط هذا. فالح الخيال يعني الاول بالنسبه لاستابل الشقب ريسنج مع المدرب اريك لامارتينيز. حصان كانوا متوقعين منه النتيجه هذه. أداءه صراحة في الفترة الأخيرة كان يهيئ الحصان إنه كان مرشح. نعم، هو المرشح الأبرز في الشوط، ومبارك لهم صراحة على التألق، وإن شاء الله نشوف الميراج في الأشواط القادمة إن شاء الله بطريقة أفضل بإذن الله. نعم، هذه يعني شفنا الأداء مميز، نخبة من أهم الخيل اللي أدت في هذا اليوم، ولكن فالح بغنيم يعني حتى صرح وقبل السباق قال ان انا يعني باذن الله بفوز في هذا الحصان، حصاني في افضل حالاته. حلو ان مدرب يصرح او خيال يصرح ويكون كلامه صحيح ويثبت هذا الشيء في هذا السباق كاس الخليج. نقول مبروك للشقب ريسنج على الانتصار وعلى الانتاج المميز لهذا. عنده تسارع حلو الحصان صراحه، عنده ترم فوت عالي يعني. نعم، احنا صحيح ان نقول لك ممكن ال 54 عامل كان مساعد، لكن بس حصان ايضا عنده امكانيات صراحه. نعم، يعني حصان فاز في الداربي في بازل 58 نفس الاداء، ممكن الاداء كان احلى بعد من هالاداء. صحيح، بال 54 حصان اليوم ركض طريقه ممتازه. حصان الميراج من مفاخر انتاج المحلي. صحيح. صراحه يستاهلون. اتوقع انه بيكون هذا نجم بارز بعد في السنين الجايه في اشواط انتاج المحلي بالاخص، لكن يمكن في السنين الجايه نشوفه حتى في الاشواط المفتوحه. مبارك حق سعد الشيخ جوان بن حمد، مبارك حق الخيال الذهبي فالح بغنيم. يستاهل فالح بغنيم. اذا اعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا معاكم نتائج اليوم الثاني، خلونا نشوف تقرير اليوم الاول عن سباقات مهرجان سيدي سمو الامير. تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم ابن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي حضور سمو الشيخ محمد ابن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ جوعان ابن حمد آل ثاني، انطلق مهرجان سيف سمو الأمير الذي يقام على مدار 3 أيام. وكانت الانطلاقة مع اليوم الأول وسباق جائزة الزبارة على مضمار الريان العشبي الخميس 17 فبراير العام 2022، وذلك من خلال 8 أشواط كانت جميعها أشواط كؤوس، وشهدت تنافسا قويا بين الجياد. في الشوط الأول افتتح المهر كاديوك ملك مربط الزعيم سباقات مهرجان سيف سمو الأمير بالفوز بكأس الخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 4 إلى 6 سنوات لمسافة 1200 متر بقيادة الخيال ديلين مكمو نيجل وبإشراف المدرب إبراهيم سعيد المالكي. في الشوط الثاني فازت الفرس ارتقاء ملك صبحية عوض إبراهيم بكأس الخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ تصنيف 85 وأقل عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بإشراف المدرب محمد خالد الأحمد وبقيادة الخيال متعب علي السعار. وفي الشوط الثالث حقق الجواد سمبر أغسطس ملك منصور إبراهيم سعد آل محمود فوزه الثاني على التوالي محرزا كأس الخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 85 وأقل عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بإشراف المدرب جاسم الغزالي وبقيادة الخيال ماكسيم جوين.
وفي الشوط الرابع عاد المدرب جاسم الغزالي سريعا لمنصة التتويج، وكان هذه المرة لإشرافه على فوز الجواد سعود السليمي ملك وإنتاج الشيخ عبد الله بن خالد بن ناصر آل ثاني بكأس الخيل العربية الأصيلة تكافؤ تصنيف 85 وأقل عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر بقيادة الخيال ماركو كازامونتو. وفي الشوط الخامس فاز الجواد بالماري ملك البدع ريسينج بكأس الخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ تصنيف 95 وأقل عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر بقيادة الخيال لوكاس دولزي مهديا المدرب إبراهيم سعيد المالكي فوزه الثاني في السباق. في الشوط السادس حقق المهر حميد ملك وإنتاج سمو الشيخ محمد بن خليفة ابن حمد آل ثاني العلامة الكاملة بفوزه الثاني على التوالي في ثاني مشاركاته حاصدا كأس الخيل العربية الأصيلة عمر 4 سنوات لمسافة 1600 متر بإشراف المدرب رودي نيوربين وبقيادة الخيال ألبرتو سانا. كان الشوط قبل الأخير على كأس السرعة للخيل المهجنة الأصيلة عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر وشهد عودة المهر لودد ملك الشد بريسينج للانتصارات فأضاف لرصيده الفوز الخامس والأول في 6 مشاركاته لهذا الموسم والتي جاء في مراكز متقدمة في 4 منها وأحرز لودد الفوز بقيادة الخيال فالح بغنين وبإشراف المدرب المتألق إبراهيم سعيد المالكي. اكتسى الشوط الثامن والرئيسي للسباق على جائزة الزبارة للخيل العربية الأصيلة إنتاج محلي عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بشعار أم قرن بعد حصول جياد أم قرن على المراكز 3 الأولى وكان 3 بإشراف المدرب الباندوميولي وكان المركز الأول والفوز بالجائزة للجواد مهدي بقيادة الخيال سفيان سعد. نعم أعزائي المشاهدين شفنا معاكم تقرير اليوم الأول للأشواط 8 التي جرت فيه وكان أبرزها هو الشوط الأخير وشفنا معاكم أخونا إبراهيم بن سعيد المالكي تألق في هذا السباق ويحصد اللقب مع لودد ومع الشق بريسينج. أبو سعيد مبروك هذا الانتصار وعودة حميدة لهذا المهر اللي يمكن غاب عن منصات التتويج في الآونة الأخيرة. الحمد لله رب العالمين مبارك حق الشق بريسينج حق الشيخ جوعان على الانتصار. أعتقد هو سواه السنة اللي فاتت بس في العمر 3 سنوات اليوم جاء في شوط مفتوح في مفتوح العمر قصدي قدر يسويها مرة ثانية في خلال مهرجان سيدي سمو الأمير. حصان صراحة قاب عن الأنظار في الأونة الأخيرة كان يركض مع الخيل في الأولى صراحة في يحصل على المركز الرابع يحصل على المركز الخامس في السباقات الرملية فرجعت على المضمار العشبي وكان الحصان في أحد المرشحين بالنسبة لي أنا كان أحد المرشحين صراحة في السباق والحمد لله قدرنا نتغلب في السباق هذا. نعم يعني أيضا أنا أود أني أشكرك على ثقتك بالفارس القطري شوط رئيسي كبير وأصرت أنه يكون عندك خيال قطري يشارك وما خيب الظن. الحمد لله رب العالمين. طبعا فالح احنا ما نعتبره من الخيالة مثلا دائما نصنف فالح من الخيالة بروفيشنال اللي عندنا صراحة ودائما الثقة فيه كثيرة وانا كذا مرة اطلع فيه على اساس انا راكبه خيل ثاني غير الشقب يعني بس هو يكون مزحوم لكثرة الطلب اللي عليه صراحة ما قلنا نقدر نحصله فالح بغنين الحين فالحمد لله رب العالمين. لا فالح من احد الخيال الممتازين على الساحة القطرية فاز عندنا هنا في الدوحة هو يثبت حق العالم كله انه هو من احسن خياله في الدوحة صراحة. نعم. ما بني انا اقدر اثبت يستاهل ايضا اعزائي المشاهدين في هذا اليوم بالتحديد
ظهر عندنا نجم جديد نتوقع له يكون هو أحد العلامات الفارقة في المستقبل إذا الله سلمه مهر مملوك لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني اللي هو حميد خليفة. طبعا أنت يعني تحذو حذو الوالد في السلالات لو تكلمنا عن حميد وعن سلالته وعن توقعاتك لهذا المهر في المستقبل. طبعا انا ذكرت في اول حلقه اللي قلت انه اللي هو اللي فاز في الشوط السادس كاس الخلع العربيه ذكرت انا في اول حلقه في اول حلقه في اليوم قلت انه في هذا المهرجان طلع بطل وهاي ممكن اقصد انا الجواد هذا حميد. نعم الجواد حميد بن عامر. نعم وهذا يعني اتوقع انه اخر عيال عامر اللي ممكن نشوفهم. نعم يعني يمكن السنه ولا السنه الجايه هذول بيكونون اخر عيال عامر بالذات ان هذا المهر على ارك دي سيل. ارك دي سيل امها اك دي دنوار من سلاله نيفادور. ارك دي سيل بن جندل بن على اك كروسنوار على أيوة تيجاني على تيجاني يعني انت قاعد تتكلم عن كل شيء. نعم كل شيء في الخيل العربيه كل شيء يعني شو اللي تبغيه من سلاله الخيل العربيه بتروح تلاقيه في ارك دي سيل. اذا ما لقيت في ارك دي سيل بتروح حق عامر. نعم يعني انت قاعد تتكلم عن هذا اخوه في الشاي سباق الامير سيف الذهبي حضره صاحب سمو الامير بلال فده تكلم. نعم عن اخ بارز السنين الجايه انه هو ممكن يشل. نعم سباق الامير اذا شفتوا الشوط وطريقه ركض الحصان انا واحد ما توقعت الحصان يطلع المقدمه لكن اتوقع ان المدرب رودي كان واثق من الحصان وعنده يعني متوقع انه عنده الكواليتي الكافي يعني قال إن يعني انا ليش يعني يعني اقعده ورا. نعم ولا يعني اسوي حركه في الحصان خلني اخلص الشوط المضمون بسرعه وانا رايح يعني. نعم ولكن في النهايه ما شاء الله تبارك الرحمن الله يبارك لهم في الحصان انا اتوقع لها الحصان مستقبل كبير. نعم كبير 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 جدا والله يحفظها ان شاء الله. الجميع اعزائي المشاهدين يتفق بان هذا المهر ينتظره مستقبل مشرق باذن الله وان شاء الله يحذو حذو اخاه ويحذو حذو امه اللي هي الاسطوره ارك دي سيل اللي كانت في يوم من الايام هي نجمة نجوم سباقات الخيل. يعني قبل لا اختم ابو يوسف يعني مهرجان ناجح بكل المقاييس واللي يعني اضاف نوع من النجاح لهذا السباق حرص الشيوخ على تواجدهم من اليوم الاول. شفنا سمو الشيخ محمد حاضر من اول يوم يتابع خيل اول باول يتوج معاها. شفنا سعاده الشيخ جوعان ايضا متواجد. شفنا الملاك الكبار كلهم متواجدين في هذا المهرجان. صحيح يعني ممكن انا في بدايه الحلقه قلنا احنا كلنا كنا فايزين في الشوط بتواجد سيدي سمو الامير في الحفل الاخير هذا هو المكسب صراحه لان انت تشوف الاجتهاد الملاك والمدربين كله لهذا اليوم بسبب حضور وتواجد سيدي سمو الامير. نعم اليوم الاول شفنا سمو الشيخ محمد موجود نازل لساحه العرض يتوج الملاك هذا شيء صراحه يعطي دافع معنويه كبيره للملاك المدربين. سعاده الشيخ جوعان ايضا موجود ونازل لساحة العرض ونازل مع الملاك أتوقع هاي كلها أمور تعطي دفعة معنوية كبيرة للملاك وللمدربين إنهم يبذلون أكثر ما عندهم في المستقبل وهذا مو شيء غريب عليهم بصراحة. هم الأمانة مثل ما قال خليفة هم سمو الشيخ عبد الله وسمو الشيخ محمد وسعادة الشيخ جوعان هم القدوة صراحة في عالم الفروسية. نعم وهذا شيء مو غريب عليهم. نعم يعني يا أبو جاسم إذا واحد قدوتك يعني توجك صحيح هاي دافع حتى إذا يعني جيت في الشوط الأول وشفته يعني حتى لو ما تقدر تسوي شيء خلاص قد انك انت خلصت كل شيء عليك وسويت كل شيء عليك تضغط نفسك من الداخل انك ودك انك تفوز في احد الاشواط عشان يتوجك سعاده الشيخ جوعان ولا سمو الشيخ محمد بن خليفه ولا شيوخنا اللي حاضرين السباق لان هم اللي يدعمون هم اباء هذه الرياضه يعني صحيح. هم اللي يعني يدعمون حتى حضورهم دعم للملاك. نعم والمدربين والخياله في حضورهم يعني حضورهم يعطي دعم صحيح يعطينا دافع يعني حضرنا حق اليوم الكبير. نعم يعني انت يمكن هم يعني حضورهم يعني بعض المرات تحطك تحت ضغط انه يعني ودك تقدم افضل ودك تقدم افضل عشان ترويهم انه يعني نعم احنا ملاك نقدر ندعمكم نقدر ننافس نقدر نقوي سباقاتكم يعني نبيض وجههم في قطار. خليفة بن شعيل الكواري ابراهيم بن سعيد المالكي علي بن يوسف الكبيسي حمد بن احمد الجهني اشكركم جزيل الشكر على تواجدكم معي في هذه الحلقه. على الواجب الله يبيض وجهك. اذا مشاهدينا الاعزاء وصلنا واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج الميدان. في النهايه اود ان اتقدم لكم بجزيل الشكر على متابعتكم اتمنى ان نكون قد وفقنا بما قدمناه لكم نصل إلى في هذا الوقت إلى ختام هذه الحلقة. لقائي معكم إن شاء الله راح يتجدد في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين لكم مني ومن فريق العمل أطيب تحية
وتصبحون على خير.